أن يستجيب الدعاء. من أين خرج؟ إذا كانت الدنيا تسوى عند الله جناحه بعوضة، يعني لو رزقك الله ما بين المشرق والمغرب كأنه رزقك جناح بعوضة وأدنى من جناح بعوضة. فالدنيا ما تسوى عند الله شيء، وسماها دنيا لدناءتها، لدنو منزلتها. والدنيا جعلها الله دار ممر وليست قرار. أنت الآن إذا سافرت فمررت على قرية، أنت الآن ركبت السيارة تذهب مثلا لمكة عمرة، وأنت بالطريق مررت على قرية، هل يهمك إذا كان الإنارة لا تعمل، أو كانت القرية لا خدمات فيها، أو كانت الطرق وعرة؟ ما يهمك. لماذا؟ هل أنت مستقر أم أخذتها هذه القرية ممر؟ ممر. فالله عز وجل جعل الدنيا ممر، ممر لي ولك. فبما أنها ممر لا تسوى عند الله جناح بعوضة، جعل أين المستقر؟ في الجنة. فالله لا يعجزه أن يستجيب لك كل ما تتمنى. تريد المال؟ أنا لا أعجز أن أجعلك غنيا. تريد الصحة؟ لا أعجز أن أجعلك صحيحا. لكن الله أحيانا يبتلي ويمنع، يبتلي ويمنع، فيبتلي ليرجعك إليه ويمنع لتبقى إليه. يبتلي ليرجعك إليه ويمنعك لتبقى عنده إليه. بمعنى يقول ابن عباس، الرجل يأتي يقول: يا رب اجعلني غنيا، يا رب اجعلني غنيا، ثم يبتهل: اللهم اجعلني غنيا، اللهم اجعلني غنيا، من اجعلني غنيا، يا رب اجعلني غنيا، ثم يبتهل: اللهم اجعلني غنيا، اللهم اجعلني غنيا. من منا لا يحب المال ويطمع بالغنى؟ اللهم اجعلنا غنيا. فيقول الله للملائكة: اصرفوا عن عبدي هذه الدعوة، اصرفوا عن عبدي هذه الدعوة، لأنه لو أصبح غنيا لطغى. شو يصبح؟ طاغية، وأنا أحبه، لا أريد له معصية، فلهذا أحرمه من الغنى. فأحيانا رب العباد يمنعك عن الإعطاء حتى لا تبتلى. بمعنى زكريا طلب من؟ ولد، صح؟ ماذا رزق الله؟ يحيى. قتل يحيى أمامه عين من؟ زكريا. أشد الألم أن ترى ابنك يقتل أمام عينك. إبراهيم عليه السلام سأل ربه ماذا؟ ولد. ماذا رزقه الله؟ إسماعيل. ماذا أمره الله؟ أرى في المنام، أمره أن يذبح إسماعيل. فالله عز وجل يمنع أحيانا حتى ما يبتليك به، ويعطي أحيانا حتى يرجعك إليه. يعني تجد رجل ربما صحيحا ما دخل مسجد، ما يصلي، ما اشتغل بصحته، يبتليه الله المرض ليذكره بالشافي، يبتليه الله بالمرض ليذكره بالشافي. لأن تجد الإنسان يذكر الله بما ينقصه، بما ينقصه. يعني إذا مرض: اللهم يا شافي اشفني، ينقصه. إذا افتقر: اللهم يا رزاق ارزقني، يا رزاق ارزقني. إذا أراد ولد: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، اللهم يا من رزقت ارزقني. تجد الإنسان يبتهل لربه بما ينقصه. لهذا الله يبتليك بالنقص لتكمل أنت إيمانا بأن تبتهل إليه بما ينقصك سبحانه. فلا تظن أن كل بلاء وابتلاء أراد الله عز وجل أن ينتقم منك، أو أراد الله أن ينتقص منك. إنما يريد الله منك الكمال، يريد الله منك الكمال، كمال الإيمان، يكتمل بك الإيمان، يكتمل بك اللجوء لله سبحانه وتعالى. لهذا تجد الأنبياء على جلالة قدرهم ورفعة شأنهم، إلا أن الله جعل لكل نبي ابتلاء، كل نبي. يونس عليه السلام أمره الله أن يذهب لقرية نينوى، لما رأى الناس يئس منهم فركب بالفلك السفينة وذهب. الله عز وجل جعله يركب في سفينة عندهم معتقد أن الموجة إذا هاج يريد فدية. شوف تقدير الله عز وجل، جعله يركب بسفينة عقيدة القوم بها
أن الموج إذا هاج يريد فدية، فهاج فيهم الموج فقدموا نريد فدية، فجعلوا سهام، جعلوا سهام اختيار أي شيء، فجاءت القرعة على من؟ على يونس. تقدير، لا مناص من قدر الله إلا لقدر الله. فقذفوه في البحر، هم أرادوا لا تركب في سفينة عقيدتها أن الموج يريد فداء وتقذف في السفينة. قال الله فالتقمه من؟ الحوت. ما قال فابتلعه الحوت، التقام، شوف الرحمة، هذا ابتلاء. أنت مجرد رعب الموج رعب، والدنيا ليل ظلام، رعب الظلمة، وقوم ما تعرفهم في السفينة ومعتقدهم غريب، وأنت مؤمن بالله وقذف، ترى أنك قذف ظلمة في بحر ما تستطيع السباحة وقذف. فالله من رحمته حتى في البلاء قال فالتقمه الحوت. الطفل لما يأخذ ثدي أمه ماذا تقول؟ التقم الثدي، صح؟ لأن ليس للطفل أسنان، فلا يؤذي ثدي أمه ويغذيه ثدي أمه. كأن الحوت بمنزلة ثدي الأم. كيف الأم تخطف ابنها لحضنها؟ كأن الحوت أخذ يونس في بطنه كما تأخذ الأم ابنها، ويونس لا يعلم. دخل في جوف الحوت، جمع ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر، لا يقدر على، يخلق الله النور في منتصف الظلام إن لجأت إليه. قال أمر الله عز وجل الحوت أن لا يذب لحما، لا ينهش لحما ولا يكسر عظما، لا ينهش لحم ولا يكسر عظم. الآن يونس عليه السلام جلس، رأى أنه لا مناص من قدر الله إلا لقدر الله، فماذا فعل؟ لجأ لمن؟ لله. لجأ لمن؟ لله، لأنه علم أن الذي أمر الحوت الله. فلما لجأ لله سبحانه وتعالى قبل الله ما كان منه. العجيب عناية الله ليونس قبل بلع الحوت، رغم أنه ترك القرية، لكن الله أمر الحوت أن يلتقمه، عناية، لأنه يعلم أن يونس سيرجع لمن؟ لله. أما رجأ لربه لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، أمر الله عز وجل الحوت أن يقذف يونس على الشاطئ. الآن أنت إذا مسكت، إذا ذبحت خروفا ومسكت أحشاء المعدة وتركت، يجتمع عليك الهوام، حشرات، الذباب، صح؟ انحر خروف وانظر للدم والأمعاء، اتركها، ماذا سيجتمع عليها؟ كل الهوام. يونس من أين خرج؟ من بطن الحوت، معدة الحوت. ماذا تحوي؟ تحوي الأشياء أحشائها. فلما يخرج يونس عليه السلام الرائحة، الطعم، سيجتمع عليه الهوام، حشرات، البعوض. الله ماذا أنبت على يونس؟ شجرة من من يقطين. اليقطين هي النبتة الوحيدة التي لا تجمع الحشرات، تنثر منها الحشرات، هي النبتة الوحيدة. فالله عز وجل، ولماذا؟ لأن ظلها وافر، شجرة اليقطين ظلها، الورقة وافرة حتى تظل يونس من أين؟ من الشمس. الشاهد أن الله عز وجل شان ما وقع ليونس بفعل يونس عليه السلام، يعني هو فعل فكان جزاء، لكن الله حتى في البلاء كان رحمة، من التقام الحوت وخروجه من بطن الحوت، وأن الله بعد هذا كله وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. آمنوا أم كفروا؟ آمنوا. فكان كل ما جرى على عكس تقدير يونس عليه السلام، وهذا ما فعله أخوة يوسف. أرادوا إبعاد يوسف عن من؟ عن أبيه. فمن جاء للآخر بعد 40 سنة؟ يعقوب جاء عند يوسف، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. هم أرادوا أن يبعدوا يوسف عن أبيه، فجاء أبوه إلى يوسف. لهذا الله عز وجل ماذا فتح سورة يوسف؟ والله غالب على أمره. هذه الآية تريحك،
كل ما يفعله الناس بك تذكر آية والله غالب على أمر. الناس تخطط وتوعد وترسم في مخيلتها ما تشاء، ومن يغلب، أمر الله أم أمر الناس؟ أمر الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أنت، الله يستجيب لك، فاستجاب له ربه، يستجيب ما تسأل، لكن إذا منعك يريد بك خيرا أم شرا؟ خيرا. هذه القناعة تؤجر عليها. يعني أنت لما تقول اللهم اجعلني غني، إذا رأيت أن الله يبتليك بفقر تلو فقر وحاجة تلو حاجة، يريد الله أن يسمع صوتك. قيل أن جبريل عليه السلام قال يوم لربه، قال يا رب، كان رجل من بني إسرائيل من الصالحين صالحا، فالشاهد الله عز وجل ابتلاه، قال يا رب لماذا ابتليت فلان وأنت تحبه؟ يعني هذا أنت تحبه، لماذا ابتليته يا رب؟ فقال الله لجبريل أحببت أن أسمع صوته. ما معنى صوته؟ دعاء. فالله إذا ابتلاك بأمر اعلم أن الله يحب أن يسمع صوتك، وأنت تناجي الله بما ينقصك، تناجي الله بما ينقصك. لهذا من كان يذكر ربه عند الرخاء ذكره الله عند الشدة. الإنسان في الرخاء يميل للراحة، إذا جاءت الشدة يميل لربه، يفزع لربه. فأنت بحسب ذكرك لله في راحتك يكن الله معك في شدتك، يكن الله معك أي في شدتك. وعين الناس قاصرة، عين الإنسان قاصرة، دائما ترى ما يسلب منها ولا ترى ما تقتني. يعني أنت عندك سيارة قديمة، قل لو عندي سيارة جديدة، تنسى أن غيرك لا يملك سيارة، تنسى أن الله امتن عليك بالصحة والعافية وغيرك مبتلى بمرض. أنت عندك ربما ولد، تقول لو عندي اثنين، وتنسى أن غيرك عقيم. أنت متزوج أو أنت متزوج وتقول ما عندي عيال، غيرك إلى الآن لا يستطيع ماذا؟ الزواج. فدائما حين الناس أو الإنسان يرى ما ينقصه. الله يريد أن تشكر على ما تملك وتسأله ما ينقص، فلا تكن تنظر من جانب واحد. كثير من الناس إلا من رحم ربك ينظر من جانب واحد، يسأل ربه ما ينقصه ولا يشكر ربه على ما يملك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل العبد أن يشكر ربه، وإذا شرب الماء أن يشكر ربه، وإذا انتهيت من الطعام ماذا تقول؟ الحمد لله. يحب الله أن تذكر النعمة. إذا حتى ركبت على الدابة، ركبت في سيارتك على حصانك، سبحان الذي سخر لنا هذا، تذكر ربك. حتى لما تخرج من الخلاء، أنت لما تخرج من الخلاء ماذا تقول؟ غفرانك، تذكر ربك في كل أوضاعك. حتى النوم لما تأتي، باسمك اللهم وضعت جنبي، باسمك أرفع، اللهم أمسكت نفسي فأقول إلى النهاية. حتى لما تلبس الثوب تذكر ربك. يريد الله منك أن تذكر ربك بكل أحوالك، وتذكر ربك على ما يحيطك من النعم، لأنه وتسأل ما ينقصك. أما تبقى بجانب واحد تسأل اللهم أعطني اللهم أعطني، والذي عندك من يؤدي شكره؟ الذي عندك هذا من يؤدي شكره؟ إذا أنت لا تشكر الله على ما أعطاك وتسأل ربك زيادة، إذا من باب أولى أن لا أعطيك زيادة حتى تشكر على ما إيه؟ ما عندك. لأنه لا يعقل أن يزدك الله نعما وأنت النعم التي تملكها لا تشكر الله عليها. فإذا لا أبتليك بسلب نعمة لتذكر النعم التي تحيط بك، لتذكر النعم التي تحيط بك. فلما جاء يوسف عليه السلام سأل ربه السجن، قال الله فاستجاب له رب. يستطيع الله بألف طريقة أن يمنع كيد النسوة عن يوسف، لكن يوسف من اختار السجن؟ يوسف عليه السلام. قال الله فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، ما زال لكنه جعل الأذى يبتعد، ينشغل بأنفسه، وسجن، إنه هو السميع العليم.